هذا وتعتبر مدينه المنصوره الجديده التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اول مدينه كجيل الرابع على ارض الدلتا حيث تتوسط محافظات الدقهليه وكفر الشيخ ودمياط بطول 15 كيلومترا على البحر المتوسط كما تعتبر المنصوره الجديده شاهده على النهضه والتطور الكبير الذي تشهده مصر خاصه وان يوم الافتتاح شهد عددا كبيرا من الفعاليات وذلك في محبة ابناء مصر جميعا بلا استثناء. يوم رائع من تاريخ هذا الوطن، ذلك الذي شهد اضافه رقعه عمرانيه جديده الى ارض مصر، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي امس. انها مدينه المنصوره الجديده التي تتوسط دلتا مصر وتطل على البحر الابيض المتوسط. يوم انجاز ويوم تاكيد على ان العمل والصبر هما السبيل نحو نهضه هذه الامه، هكذا كانت رساله الرئيس الى المصريين خلال يوم امس الذي شهد عددا كبيرا من الفعاليات في محبه ابناء مصر جميعا بلا استثناء. ويظل المواطن المصري هو بطل قصتنا القوميه على مدار تاريخ امتنا الوطني. فهو وحده بناء هذه الامه. وكنزها الباقي بلا فناء أو نهاية إن شاء الله الرئيس السيسي شدد أيضا على أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة يأتي في إطار خطة الدولة لبناء ثلاثين مدينة من مدن الجيل الرابع عبر الجمهورية كما أشار إلى أن بناء المدن الجديدة ليس رفاهية والحقيقة التي يجب أن تشاركونني فيها هي أن بناء المدن الجديدة لا يمثل رفاهية بل هو ضرورة قصوى في ضوء هذه الزيادة السكانية المضطردة، والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة. ولأن أوضاع المصريين الاقتصادية في صلب الاهتمامات، فقد أشار الرئيس السيسي إلى ما تقوم به الدولة في مواجهة الأزمة وإجراءات الحماية الاجتماعية. وأنا على ثقة كاملة ويقين مطلق في أن مصر بقدراتها وقدرات أبنائها قادرة على تحويل كل أزمة إلى فرحة. ولأن اليوم كان حافلا فقد قام الرئيس بتسليم عدد من مواطني محافظة الدقهلية عقود تملك شقق سكنية بالإسكان الاجتماعي كما قام الرئيس السيسي بتكريم عدد من أبناء محافظة الدقهلية لتفوقهم في مجالات عدة ثم جاء تفقده جامعة المنصورة الجديدة ثم زيارته لإحدى مدارس مدينة شربين ولقاؤه طلاب المدرسة يوم حافل تضمن انشطه عديده قام بها الرئيس في محافظه الدقهليه عكست الاصرار على ان تشمل التنميه والبناء كل شبر من ارض مصر والاهم هو الاهتمام بالانسان المصري وتلبيه احتياجاته في كل المجالات